النهاردة وريتيني حاجات عمري ما شفتها في حياتي. أنا أول مرة في حياتي أشوف مقابر بباب وجرد. كابتن هاني صح؟ كابتن هاني وحضرتك تعرف مصاريف الجنازات بتتكلف كم؟ هيموت النهاردة يا ديدا. لسه ما ماتش. النهاردة يوم العاشر. ده يتاكل إزاي؟ هي كورونا؟ أنت عارفة إن من ساعة الكورونا والحال ما بقاش زي الأول. سنة وشيعة يعني. أيوة سنة وشيعة. الأمور أهلا ماما أطمعها من ساعة ما اتجوزت.